هلا وشباب، شلونكم؟ اليوم سويت لابو سمره اكله روعه، بس هو ما يعرفها، فهسه راح اشوف لكم اياها. مفاجأة. سويت بيتزا، واتحدى الشيف عامر شيفات العالم. حياتي عشيدك. شوفوها، سويت نصها بالبيبروني ونصها خضروات. وعندنا عندنا بقة العجنة سويتها صمون كأولوية. أسبوع واحد اشتغلت بالفرن، تعلمت أسوي صمون، وأنا سويت لكم صمون. عشتيدك مع شلون صمون روعة، والبيتزا طبعا هاي حجينا هو مسويها. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم يوسف، تعال يوسف. اليوم يوسف قال هلوم سيف، انا راح اسوي له بيتزا. يوسف ابن اختي يوسف ابن منتهى قال راح اسوي له بيتزا، فهو مسوي لي هذه، فقال لي ذوقها، لازم تذوقها، خلينا نشوف نذوق. والله اذا ما طلعت طيبه شو اسوي بيك؟ شنو مخلي لها المواد؟ هاي خضروات. شنو الخضروات؟ المواد الخارجيه هي طماطه، فلفل اخضر، وذره، وجبن، وصلصة المعكرونة اللي هي مال بيتزا مال معكرونة. اي، والمواد الداخلية هي طحين، خمرة، حليب، بيض، سكر، ملح، وكالتالي. وهاي المواد هي الداخلية والخارجية. وكلها دخلناها بالفرن لمدة تقريبا ساعة كاملة وصارت طيبة. مو طيبة عشتي لك والله. بعد هاي صرت هم تتحدى قمت. اي يعني جاي تتحداهم سيف هالمرة؟ لا لا لا، ما نقدر نتحداهم سيف. سيف خط احمر، ما نقدر. سيف خط احمر ما نقدر. لا ما شاء الله، اشوفك لك. اوكي حبايبي، شفتوا هسه اليوم يوسف مسوي لي بيتزا. ثانك يو يوسف. اقطع حبكم.